ايون دوك راهم عمار اليوم كان بكري ما كاين دوك الماء ماهوش كيما كان بكري دوك احنا باش نشربوا هنايا راه يجينا العين حتى الحشياقه حتى للسبعه باش تجينا العين تعمر في الليل ماشي كيما كانت اج 24 وبارده يجي الماء بارد مشباب من العين تشربوا بارد مش كيما دوكايا وكان نشفت كاع مش كيما كانت بكري ما كان والو والله ما تسعاها قطرة ما تسعاش الفلاح اللي فما ادي شوية او يسقي به ويقوت به نضربوا خطرة حلو خطرة مالح وخلاص ما نتاقل بزاف الماء ولا نحاوا كاع هبطوا منا ومنا يعني مشكلة كبيرة في الماء والعيون كاع مغلوقين الصيف جوزناه يعني ولا يجي الماء في الليل حنا في وسط المدينة هنايا عندنا محلات عندنا التجار يعني يخدموا بالماء الماء ما كاش الماء في الليل يعني باش تتوضا يعني باش تحوس على الماء باش تتوضا ما كاش جا نشرب نساه لا بوبيلاسيون زادت والماء نقص في بليده بون سبب الشتاء ما كاش الثلج قلال وحاجه لا بلي غراف هي سي لا موفيز جيستيون تاع الماء في بليده الناس اللي حاكمين الماء الله اعلم يفون سا اكسبري ولا كان كومبليسيتي ولا سابوتاج ما لبناش زيد ثاني لي فويت اللي راهم صايرين في البلاد لي فويت كبار كبار ماشي بون الماء نقص سي دوماج حنا بليدا معروفين بالجبال تاعها لي سورس وكذايا كنا الماء نشربوه كان كاين وكان قص شو كيف نهار كاين نهار ما كاش يجي زوج سوايع ساعة ونص يعمرو من بعد رحمتك يا ربي ما كاش الماء كاع راهو نقص الماء بزاف او دوكا يجي في اليومين يجي ساعة ساعة ونص من البكري عندنا ما شباب خلطونا الماء تاع جابوه من البلاد ولا مش من جابوه قال يقولوا مودع عليه يقولوا مانيش عارف لا بني مراد خلطونا حنا هذه كانت تجي من العنصر باردة لاباس بها كاينة هذه وكاينة تاع الرمل كانت وين تدور في البليدة تصيب عين وكاع من العنصر كل دار اشرب الماء دوكا راني نشرو قراع نقص ما شاء دوك اللي دوك هنا في الجبل المالي كان يهبط الداوة كاع في التيوات للديور بو عارف هذوك لي زونفيرون كاع جايبين تيوات من فوق من الجبل كان لهم يسقوا به العناصر اللي كانوا هذوك كاع ولاو يسقوا بهم فلاحين ثما اللي عنده تراب عنده شجرات عنده منا كاع جايبين تيوات سما الماء دوك نقاس بزاف باش يلحق يوصل البلاد هنا تاع الجبل دوك راهي لالين تاع مدية ما يجي من مدية كان يجي من بني تامو من تحتها وكنا تاع وسط البلاد قلال بزاف كاع ازمه كبيره تاع الماء يلحق الصيف تولي هكذايا كاين احياء واحد اخرين كاين الماء وكاين منطقه يعني فيها الماء ومنطقه ما فيهاش ودوك ربي يعلم كيف راهم يديروا التوزيع تاع المياه هذه يعني ما كيما قلت موفي جيسيون التوزيع ماهوش سوا سوا روبيني ما كاشي وحاجه غراف على الماء كي تولي في الدار تحجروا تكونسومي اكثر من اللي يكون في العين هذه حاجة مؤكدة الماء كيكون محجر بزاف تحجر كان لي حجر حتى مليت في بارجو ولا يجي العين يكاسبيي لو كان كاين في العين والله ما يكونسومي مليتر ويت راهم دايرين حالة عندهم 5 سنين وهي قدام الدردارة قدام الجامع اللي فيت الماء هابط والناس يجيو لنا هنايا مولادي عيش من كل مضرب يجيو يعمروا روح شوف الرمل كيفاه نحسوا بلي تعشتي كبير ما تاع يعني المياه الماء ولينا نخافوا منه تحل الماء تقلب بالكاش ولا قرعه تصيبها مخلوطه ما كاش المياه يعني صافيه اللي كنا نشربوها نبراو دوك انا نشربوها خافوا نمرضوا سي دوماج ان شاء الله تتسقم ان شاء الله عن قريب ان شاء الله تتسقم